السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، فيتجدد اللقاء في هذا اليوم المبارك وفي هذا المجلس المبارك، يتجدد مع موضوع أشعر أننا تأخرنا في طرحه كثيرا، وهو ما أشار إليه الشيخ محمد في قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه الآية. الحديث عن نبي من أنبياء الله ورسول من رسله حديث مهم ولا يمل. وأسباب اختيار هذا الموضوع أن الحديث عن نبي من الأنبياء ورسول من الرسل كأنه حديث أيضا عن غيره من أنبياء الله ورسله، وإن كان يأخذ مزيد خصوصية في بعض ما نطرح. وسبب طرح هذا الموضوع هي أسباب كثيرة، ويكفي أن قوله تعالى في سورة الأنعام بعد أن ذكر الأنبياء أو عددا من الأنبياء والرسل ومنهم داود عليه السلام، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ولا يمكن أن نقتدي بأي نبي أو رسول إلا إذا عرفنا سيرته، والمعتمد في ذلك بالنسبة للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت في القرآن والسنة، مع تجنب الإسرائيليات التي تكثر عند الحديث عن بعض الأنبياء ومنهم داود عليه السلام. إذن فالموضوع موضوع قرآني تدبري، حتى إن أحد الأخوة أرسل لي هذا اليوم رسالة لما رأى الإعلان، قال: ألا تلحظ أنه بعد أن قص الله جل وعلا في سورة صاد قصة داود، وقبل أن يقص قصة سليمان، قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهي لفتة جميلة، ولا شك أن قصص الأنبياء في القرآن من الكتاب الذي نزل، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ومن ذلك ما ورد فيه من قصص الأنبياء ومنهم داود عليه السلام. فنعم، الموضوع موضوع تدبري سنعيش معه بإذن الله حسب ما تيسر من الوقت. ثم أيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع، لأن مما يلفت النظر وأنت تتبع السنة أكثر من مرة كما سيأتي، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى داود بصفة خاصة في الاقتداء به، كما في أحاديث الواردة عن قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، في صلاته، في صيامه، فيما ذكر من صفاته. وهذا يؤكد أن هذه العناية من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه الأمة للاقتداء به يجعلنا نقف معه هذه الليلة. وخاصة أيضا ستلحظون أنه أبرز القرآن والسنة صفات في داود لم تبرز في غيره، وإن كان كل نبي له خاصية، فهناك أمور مشتركة بين الأنبياء والرسل وخاصة في أصول العقيدة، لكن في أمور الأخرى قد يتميز بعضهم عن بعض. فداود عليه السلام تميز بميزات كثيرة يجعلنا نقف مع هذه الميزات، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه للاقتداء به. أيضا اليوم كما تعلمون في واقع الإعلام الجديد والانبعاج الإعلامي، اتخذ كثير من أبنائنا أصلحهم الله وبناتنا قدوات سيئة، لأنه كثرة الطرق على أشخاص معينين ووصفهم بالبطولة وهم ليسوا أهلا للبطولة يرسخ في العقل الباطني للشاب، لأنه أيضا لا يجد من يزاحم هذا الأمر. فنحتاج إلى أن نقدم لهم القدوات الصحيحة، القدوات المعصومة، والأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام معصومون. ولهذا فعندما نتحدث عن سيرة داود
نتحدث عن نبي ورسول معصوم، وسنقتصر بالجملة على ما ثبت في القرآن والسنة من صفاته الكثيرة. هذه أقول بعض الأسباب التي جعلتنا نتحدث عن داود عليه السلام. ثم أيضا أن قصص الأنبياء مهمة جدا، وعناية القرآن، حتى إن داود عليه السلام ورد في القرآن 13 مرة في 9 سور، مما يدل على العناية والاهتمام. وإذا كان لا كما قلنا مرارا لا يرد حرف في كتاب الله إلا لمعنى عظيم، فكيف إذا وردت آيات بل وقصص لقصة داود عليه السلام؟ فالقصص، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قصص هذه الأمور، يعني يقصد الأنبياء، عبرة للمؤمنين، كما قال الله جل وعلا في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الذين يفتحون عقولهم ينظرون لماذا وردت هذه الآيات فيهم. فيقول شيخ الإسلام: لأنه لا بد للمسلم أن يبتلى، لا بد للمسلم أن يبتلى. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فيقول لا بد أن يبتلى. فإذا قرأوا قصص الأنبياء جعل هذا لهم ما يساعدهم على الصبر والتسلي بتلك القصص، كقصة يوسف عليه السلام وما واجهه من أول حياته إلى آخرها، وكذلك موسى عليه السلام ونوح عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء أيضا داود عليه السلام. فيقول شيخ الإسلام أيضا إن هذا التتبع لقصص هؤلاء مؤثر. ثم أيضا إن الإكثار من ذكر هؤلاء أيها الأخوة يورث المحبة لهم، يورث المحبة. وإذا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة، هذا الحديث البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله. لا يعني هو يصلي ويصوم، لكن يقول ليس عندي شيء متميز أكثر من أنني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال أنس معقبا وهو راوي الحديث رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل أعمالهم. رواه البخاري. ونحن نحب أنبياء الله ورسله، ومنهم داود عليه السلام. فالإكثار من ذكره وذكر قصصه وابن سليمان عليه السلام يزرع المحبة في القلوب، ويكون سببا ووسيلة لرحمة الله جل وعلا في أن نحشر معهم. لأن المحبة أيها الأخوة درجة عظيمة جدا، حتى ورد إن أناسا يوم القيامة على منابر من نور، جعل الله وإياكم منهم، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والمرسلين والمرسلون، ويغبطهم الشهداء، لأنهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، وهم نزاع القبائل، من نزاع القبائل، هذا من قبيلة الفلانية وهذا من قبيلة الفلانية وهذا من بلد الفلاني. ما الذي جعلهم على منابر من نور؟ أنهم تحابوا في الله، الخصلة التي فيهم بالإضافة إلى عباداتهم وتوحيدهم وصلاتهم أنهم تحبوا في الله. فالمحبة عظيم، فكيف إذا كانت المحبة محبة لأنبياء الله ورسله؟ فهذا كله يؤكد العناية بمثل هذا الجانب. القصص أيها الأخوة من آثارها، وقد أكثر الله جل وعلا القصص في القرآن حتى إن أخذت حيزا عظيما في كتاب الله جل وعلا، حتى نجد سورة كاملة كسورة يوسف نقص عليك أحسن القصص، ونجد سورة اسمها سورة القصص التي فيها ذكر موسى عليه السلام. فالقصص في القرآن عظيم وكثير وطويل. من أسباب ذلك كما قال الله جل وعلا:
وبين أولاً تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما يذكر الله له ما مر على من سبقه من نوح عليه السلام ومن بعدهم، وينظر إلى ما وجهه من قومه، ويرى كيف ثبت هؤلاء، كيف ثبت نوح عليه السلام 950 عاماً يدعو قومه، هذا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت نفسه يثبت أمته. ولذلك لما جاء الصحابة كما في حديث خباب رضي الله تعالى عنه، جاءوا يشكون النبي صلى الله عليه وسلم في حالة شدة من قريش، من كفار مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فقالوا له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم ويستنصر لهم، لكن لم يرد أن يركنوا إلى الدعاء، أراد أن يثبتهم. فذكر لهم قصة أنه كان رجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع في الحفرة وينشق ما بين عظمه ولحمه إلى آخره، ثم يعطيهم التفاؤل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستخدم القصص في تثبيت أصحابه رضوان الله عليهم. أيضا من أغراض القصص وبخاصة قصص الأنبياء التأسي بالأخيار فيما يشرع التأسي بهم. طبعا الأنبياء كلهم أخيار، لكن أحيانا ورد في القرآن أيضا ذكر بعض الصالحين، كما في سورة يونس، سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فيذكر الصالحون من أجل أن يتأسى بهم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فهذا جاب قصة في جهره وثباته ودفاعه عن الحق. ولذلك ذكر الله لنا هذه القصص، وختم قصص الأنبياء بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. بل قص الله علينا الأمم الكافرة ومن انحرف عن الطريق بعد أن هداه الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كما في سورة الأعراف. فذكر قصص، ذكر الله قصص الصالحين وقصص أيضا الفاسقين والذين أهلكوا، وكل هذا أيضا فيها العبرة والعظة. ثم أيضا فيها تسلية للمؤمنين والمصدقين وترويح النفس، فالقصة مشوقة. ولذلك إخوتي، استغل الأعداء الجبلة الموجودة عند كل إنسان حبي لذكر القصص، فبثوا في الأمة كتب من القصص الكاذب. أنا أذكر مثلا كاتب نصراني معروف اسمه جورجي زيدان، جورجي زيدان نصراني، كتب سيرة بعض الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه وغيره، وكانت مؤثرة بأسلوب بديع، ودس فيها السم دسا. وكثير من الناس يقرأ هذه الكتب. أذكر أن في الثمانينات هجرية وتسعينات هجرية، يعني قبل 40 أو 50 سنة، كانت منتشرة تلك الكتب، وكانت موجودة في المكتبات، وكان الناس يتسابقون عليها لأن فيها القصة المغرية، وهو يستطيع أن يدخل فيها ما يريد في خطورة هذا الأمر. ولهذا يجب أن ننتبه لخطورة القصة وتأثيرها على أبنائنا. ولهذا فعلى المربين أن يعنوا بالقصص في تربيتهم. وأفضل ما نعطي من القصص هي القصص الثابتة، سواء في القرآن أو في السنة أو من قصص الصحابة. وكثير من كتب في هذا كالدكتور عبد الرحمن رأفت باشا رحمه الله في حديث عن الصحابة، وهي قصة جميلة ومثبتة ولها مراجع صحيحة. فلهذا يجب أن نربي أبناءنا من الصغر بالقصص الحقيقية بدل هذه القصص التي يسمون قصص الأدب والغرام، وليست من الأدب في شيء، وفيها كذب وفيها تزوير وفيها ابتذال في العبارات. فيجب أن نسبق هذا بالنسبة لأبنائنا ولطلابنا ولمجتمعنا، ونستغل أو نستثمر هذه الغريزة عند أبنائنا في محبتهم للقصص. فيذكر أحد المشايخ قصة فيها طرافة جميلة. يقول لي زميل عزيز علي، وزميله هذا حسب علمي توفي رحمه الله قبل سنوات، وهو طالب علم، كلهم طلاب علم،
يقول يزورني أحيانا فيأخذ أولادي وهم صغار ويقص عليهم بعض القصص. يقول يوم، يقول ما كنت أفعل هذا مع أولادي. يقول يوم من الأيام لا أدري، يقول سمعت أو أن والدتهم سمعتهم يتحدثون أولادي يقولون يا حظ أولاد هذا الشيخ، يا حظ أولاد هذا الشيخ. ليش؟ لأنه إذا جاء يزورهم بدأ يقص عليهم قصة أو قصتين، فكيف بأولاده الذين معه؟ يقول من ذلك الوقت غيرت طريقتي وبدأت بين فترة أخرى أجمع أولادي أو كل واحد وحده وأعطيه قصة، حتى يقول إن أصبح من عوامل الترغيب لدي لأي عمل أن أقص عليه قصة. يقول وأحرص على القصص الصحيحة، فالقصة مؤثرة، فكيف إذا كانت في القرآن والسنة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم من أسباب العناية بهذا الموضوع كثرة وروده في القرآن كما سيمر معنا إن شاء الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كما في البخاري عن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، ثم ذكر تفصيل ذلك. فتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل الخلق، وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم لا يقول لعبد الله بن عمرو أن أفضل الصلاة صلاتي أو صيامي، مع أنه كذلك صلى الله عليه وسلم، لكن قال أفضل الصلاة صلاة داود وأفضل الصيام صيام داود، حتى أنه قال لما قال عبد الله بن عمرو إني أطيق أكثر من ذلك قال لا أفضل من ذلك، يعني أفضل الصيام التطوع هو صيام داود، وأفضل الصلاة أي قيام الليل صلاة داود عليه السلام. انظر هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر في مسلم فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسد عليك حقا، قال فصم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس. سبحان الله يا أخوان، وإن كان سيأتي لما يقول أعبد الناس يتصور البعض أنه متفرغ للعبادة الخاصة، ولا كل عمل عبادة، جهاد عبادة وقتاله وصناعة عبادة، مع أن الله جمع له بين النبوة والرسالة والملك وأمال عجيبة كما إن شاء الله سيأتي والعلم. أيضا وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، فثم ذكر أنه يفطر يوما ويصوم يوما. وأيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى، ترى معاني سنمر عليها الآن يمكن لأول مرة، وأنا أقول عن نفسي أقف عليها، وأنتم سبب مبارك في مثل هذا الدرس الذي أسأل الله يجعله مباركا للوقوف على مسائل نغفل عنها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة كان لا يأكل، يتحدث عن داود أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده، مع أنه جمع الله له الملك تحت يده ونبوة ورسالة، لا يأكل إلا من عمل يده، هذا معنى عظيم أيضا كذلك. وهذا حديث لأول مرة أقف عليه، وهذا طبعا لتقصيرنا. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن، المقصود القرآن الزبور، لأن كل الكتب السابقة تسمى القرآن، فكل أمة لها قرآنها، فالتوراة تسمى قرآن والإنجيل يسمى قرآن وصحف إبراهيم تسمى قرآن والزبور وهو كتاب داود عليه السلام قرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أصبح عالما الآن، وحتى في القرآن أصبح عالما على الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت كل واحدة تسمى، لكن بالجملة تسمى قرآنا لأنه مقروء كما بيّن العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج، أي تركب عليها استرج حتى استعدادا لانطلاقتها، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج، أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. سبحان الله، هذه النعمة العظيمة، يعني يختم القرآن، ليس المقصود أن يقرأ آية أو آيتين، والله أعلم كم مقدار الزبور، ما ليس عندنا نص في هذه المسألة، لكن كان فهم فقط من أجل أن يعدوا يسرجوا الدواب للعمل بها كان يكتفي وينتهي من قراءة. فلقى النبي صلى الله عليه وسلم خففها،
ولهكذا أنا أنصح الجميع وأبدأ والله بنفسي، وبعد هذا الحديث ركزت على هذا الأمر، أن يخفف الله جل وعلا على تلاوة القرآن. بعض الناس قد يكون تلاوة القرآن عليه ثقيلة، مع أن الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفعلا هناك علماء ونعرفهم يختمون في، حتى ذكر الإمام القرطبي قال بلغنا أن هناك من يختم القرآن في اليوم الليلة، قال أقصى ما بلغنا 8 ختمات في اليوم الليلة ختم القرآن هذا. ولا تستغربوا، فالذي يكرمه الله بحفظ القرآن وييسره على لسانه يمكن. فكان الشافعي يختم في رمضان في كل ليلة 2 رحمه الله، وكان عثمان يختم في الليلة 1، ويختلف الناس. فأذكر أن أحد كبار علمائنا حدثني أحد طلابه يقول ختم القرآن جلس مجلس، طبعا كان من المتقنين يعني من المتقنين تماما، وصلينا خلفه رحمه الله مرارا، فيختم في 5 ساعات. هذا من تيسير القرآن. قد يسأل سائل ويقول طيب كيف يمكن يتدبرون؟ الإنسان إذا وفقه الله وأكثر تلاوة القرآن استطاع أن يتدبر، فلا يمكن أن نتصور أن داود يقرأ بدون تدبر عليه السلام، لكن التدبر درجات ومراحل. المهم أن يلح الإنسان على الله ويدعو أن يخفف له قراءة القرآن، وهذا متيسر أيها الأخوة. وذكر لي شيخنا أخونا العزيز الشيخ عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء أن شيخنا صالح الخريصي رئيس محاكم القصيم كان يجلس ويقرأ القرآن يهز هزا، ولكن وهو يهز القرآن يقول ما يقوم إلا وحجره مليء من الدموع، لولا أنه يتدبر ما بكى. الذي لا يتدبر لا يبكي. فكان يقرأ ويهز القرآن حتى يختم، وفي الوقت نفسه يقول، فكانت دموعه تتساقط إلى أنه إذا من رآه يتصور أن في حجره ماء صب عليه. فكذلك إذن هنا خفف على داود عليه السلام القرآن حتى يقرأ في هذا الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تعلمون أنه أيضا أوتي مزمار من مزامير داود، كما أو عفوا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. وإن شاء الله سنقف مع ما تيسر من بعض هذه الصفات، هذا إجمال. نعود مرة أخرى إلى اسمه وعصره. هو داود بن إيشا بن عيد ينتهي لقبه إلى إسحاق ابن إبراهيم، ينتهي لقبه إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ووقع عند بعض المؤرخين اختلاف بالأسماء بسبب اختلاف التحويلة من أعجمية إلى عربية، لكنه لا يؤثر. وصفه كان رجلا قصيرا أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب ونقيه، فلا يضره أنه كان قصيرا، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. وعاش قبل الميلاد، لأنه هو قبل عيسى، حتى إن قيل إن عيسى عليه السلام من نسله، أي أن مريم ابنة عمران من نسل داود، فهو قد عاش ما بين 1041 قبل الميلاد إلى 971 قبل الميلاد. طبعا يصبح بالتناقص لا صار قبل، ولكن تلاحظون أن بدل ما نقول 1041 يزيد الرقم، لا ينقص الرقم لأنه يقرب من تاريخ الميلاد. وبعثته يقولون قريبا من عام 1010 قبل الميلاد والله أعلم. هو من بني إسرائيل، ومكان بعثته ووفاته في فلسطين أرض الأنبياء ومهد رسالة الرسل وخاصة أنبياء بني إسرائيل. أول ما برز داود عليه السلام أن كان في جيش طالوت، والذي كما تعرفون قصته في البقرة، ولم يكن معروفا وقتها قبل أن ينبأ أو يرسل، فتلاقى مع العدو، وكان العدو شرسا يقودهم جالوت، وكان قلة المؤمنين بعد التصفيات كانوا قلة، حتى قيل إنهم الذين خرجوا لقتال جالوت قرابة 80,000،
ولم يثبت منهم بعد التصفيات التي مرت لو تدبرنا آية البقرة إلا قرابة بين 3000 إلى 4000 فقط، لأنهم أولاً لما وضع لهم الامتحان النهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة، ثم أيضاً حتى هذه التصفية جاء بعضهم لا طاقة لنا دفعة أخرى بجالوت وجنوده، حتى صفة القلة، ومع ذلك مع قلتهم لما برزوا لجالوت فدعوا بهذا الدعاء العظيم: ربنا أفرغ علينا صبرا. وهذا فيه لفتة عظيمة يا أخوان، ما جلسوا في مساجدهم يدعون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا الصحابة يقولون له: ألا تدعو لنا تستنصر لنا؟ ما قام ودخل الكعبة وجلس يدعو لهم، هو يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد أن يركنوا إلى الدعاء. حتى يقول أحد الشعراء، يقول: إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد. يعني لو كانت الدعاء تم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة أو لم يخرج من مسجده في المدينة، لكن مع الدعاء لابد من العمل ولابد من المجاهدة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. وأعظم دعاء نقل لنا، أو من أعظم دعاء نقل لنا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في بدر وهو مواجه العدو، حتى لما جاء أبو بكر وضمه وقال: كفاك من نشرتك ربك، ما قال له هذا وهو في مسجد المدينة. فلا بد إذن مع الدعاء من العمل. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه مر على قوم فقال من الأعراب، قال: إذا أصيبت إبلكم بالجرب ماذا تفعلون فيها؟ قالوا: عندنا امرأة صالحة عجوز، نأمرها ونطلب منها أن تدعو لنا فتدعو لنا فتشفى. انظروا كيف رد عمر بأسلوب طريف رضي الله عنه، قال: هذا حسن، الدعاء حسن، لكن لو أنكم خلطتم مع الدعاء شيء من القطران كان أولى. القطران هو الذي تدهم به الإبل كما تعلمون من أجل الجرب، يعني لا بد من عمل، الدعاء مع أهميته ما يكفي. فهنا قال: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، بعد البروز، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله. فهنا اشتهر في بني إسرائيل، وكانت بداية شهرته ومكانته عليه السلام، وآتاه الله جل وعلا الملك والرسالة. من أبرز صفات داود عليه السلام التي ذكرها القرآن وردت في السنة ما يلي: وصفه في الجهاد، فهزموهم بإذن الله وقتل داود وجالوت، فهو كان مجاهدا وبطلا. حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من صفاته أنه لا يفر إذا لاقى. سبحان الله، وأنا أتأمل هذه الكلمة: لا يفر إذا لاقى. يلاقي من؟ يلاقي صناديد المشركين والمجرمين وأقوياء كجالوت، لا يفر، ثابت. بينما تلحظ حتى بعض طلاب العلم، بعض الدعاة، بسبب أوهام يتركون مشاريعهم، يتركون العمل التي قاموا فيها سنوات، وربما بسبب أوهام. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون. ما في حقائق، ما في عدو، ما في خصم، لكن هول الشيطان لهم أمورا فانسحبوا وتركوا مشاريع هي من الجهاد في سبيل الله، من العمل تطوعي خدمة الناس، ومع ذلك انسحبوا بسبب أوهام سولها الشيطان لهم. فتذكروا، فكان داود عليه السلام لا يفر إذا لاقى. وأيضا أثنى الله جل وعلا على حكمته وعلمه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. وأيضا مدحه الله جل وعلا بالعلم الدنيوي، ولذلك الذين يريدون من العلماء والدعاة أن يبتعدوا عن الدنيا واهمون. أصل لا يمكن أن يعمر الدين إلا بالدنيا أيضا. ولذلك في الضرورات الخمس التي جاءت بها الشريعة شملت أمور الدين، وهذه كلها اتفق عليها الأنبياء جميعا من نوح إلى محمد، تسمى الضرورات الخمس. ولا ذكر من الحفاظ على المال يعني وطلب الدنيا، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا. لابد من الأمرين. فداود عليه السلام أثنى الله عليه فيما يتعلق بأنه علمه صناعة
بعلم دنيوي وصناعة حضارية وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأس فمن بأسكم. فالله جل وعلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد. كل هذا ثناء من الله جل وعلا عليه. قال الحسن البصري وقتاده والأعمش كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة وألنا له الحديد. هذا فضل من الله جل وعلا له. فبل قال قتادة إنه أول من عمل الدروع من زرد وإنما كانت قبل ذلك من صفائح وكانت ثقيلة على من يحملها. فصنع هذه الصناعة التي كانت خفيفة يلبسونها يتقون فيها السهام والسيوف وهذا من عمل داود عليه السلام. وكذلك كان كما مر معنا لا يأكل إلا من كسب يده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. انظروا إلى إبراز النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النبي وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لمن قبله. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي أفضل الأنبياء والرسل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكنه كان يشير إلى الأنبياء فهم أخوة ليس في قلوبهم شيء يدل عليهم بل يأمرنا أن نقتدي بهم كما أمر الله جل وعلا. أيضا مع العلم الدنيوي لاحظوا مع العلم الدنيوي والصنعة امتدح الله جل وعلا داود بالعلم الشرعي ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا عليه. أتاه الله جل وعلا منه علما وهذا إذن جمع له الله بين علم الدين والدنيا. والذين يتصورون أن أهل الدنيا يجب أن يكونوا بعيدين عن العلم الشرعي واهمون أو أن أهل العلم الشرعي يكونون بعيدين عن العلم الدنيوي مخطئون وإن كان كل ميسر لما خلق له. أيضا امتدحه الله جل وعلا بالقوة وهي القوة العلمية الدينية والدنيوية والقوة البدنية والقوة القلبية. يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم توجيه من الله لمحمد واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. الأيدي أي القوة ما هي بالأيدي المقصد بها اليد لا فإنه أواب فهو رجاع إلى الحق. وأيضا مما امتدحه الله جل وعلا به وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أكرمه بموهبة فسخرها في طاعة الله. ما هي هذه الموهبة؟ حسن الصوت. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قالوا كان من حسن صوته إذا سبح الله وصوته جهوري رددت معه الجبال والطير وكل من سمعه. انظروا كيف استثمر هذا الصوت بدل أن يستخدمه فيما حرم الله في إذلال الناس استخدمه في طاعة الله جل وعلا حتى أكرمه الله بأن سخر معه الجبال والطير كلها. يقول إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. هذا من فضل الله أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة أي نعمة ولو كانت جبلية فحسن الصوت ليس مكتسبا. ولا كثير من الناس يتمنى وخاصة بعض أئمة المساجد أن صوته من أحسن الناس صوتا لكن هذه موهبة من الله جل وعلا. فمن أكرمه الله بأي موهبة أن يستخدمها في طاعة الله. قد يفقد الإنسان بعض المواهب لكن يكرمه الله بمواهب أخرى. قد لا يجد هذه الموهبة عنده لكن يجد موهبة أخرى ينفع الناس بها وهكذا. فداود عليه السلام أكرمه الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمقصود بآل داود قالوا هو داود. لماذا قيل آل داود؟ ألا تلاحظون أن بعض الناس الآن بعض المشاهير تعرف قبيلته به يصبح متميزا في قبيلته إما بالعلم وإلا في أمور الدنيا وإلا في أي أمر متميزا فكأنه هو القبيلة. وإذا أريد أن يعرف بأحد من أهل القبيلة أو عائلته ذكر قالوا من أقارب فلان أو من عائلة فلان ولو كان الجد السابع أو العاشر. فقال
مزمارا من مزامير آل داود، قالوا ما عرف أحد من آل داود أنه حسن الصوت إلا هو، فالمراد به هو داود عليه السلام، فإكراما له كأن داود هو آل داود لمكانته ومنزلته. أيضا من صفات داود التي أثنى الله عليه فيها أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه يعلن البراءة من الكفار ويحقق مبدأ الولاء والبراء. ولذلك يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. على لسان داود وعيسى بن مريم، مع الفارق بينهما في الزمن كما مر معنا أكثر من 1000 عام. فكان يأمر بالمعروف، وهنا تنص الآية أنهم لا يمكن أن يلعنهم إلا وقد تبرأ منهم، ما يلعنهم إلا وقد لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. ولذلك تحقيق يا أخوان مبدأ الولاء والبراء كما قال الله جل وعلا في سورة الممتحنة: لقد كان لكم في رسول الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. والآية في آخر الممتحنة: فتبرأ الله جل وعلا، بيّن أن إبراهيم تبرأ منهم ومن معبوداتهم. وهذا رد على الذين يقول نحن ما نتبرأ من فلان الكافر اليهودي، إنما نتبرأ من دينه. لا، نتبرأ منه ومن دينه، كما في نص القرآن وفي سورة الممتحنة: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. المسألة هذه أصول. فكذلك كان داود عليه السلام: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم فصل بعد ذلك كما في سورة المائدة. إذن هذه بعض الصفات، يمكن كما بينت الصفات العلمية وغيرها والقوة البدنية والبركة في الوقت كما في قصة تخفيف القرآن وتيسير القراءة عليه. الشاهد أن هذه الصفات العظيمة نحتاج إلى أن نتأملها وأن نتأمل غيرها، لأن الوقت لا يسمح لي بالتفصيل طويلا لطولها وكثرتها، إنما هذه إشارات، ما أقرأ عليكم إشارات أيها الأخوة. وأصدقكم أنني منذ 3 أيام وبعد أن أعدت هذه المادة وجهزت، أكثر عملي هو التلخيص، وكلما قلت انتهيت لخصت حتى لا يطول الوقت، لأن سيرة نبي من الأنبياء قيل إنه مكث 100 عام، مكث 100 عام ما يمكن أن نلخصها بجلسة في دقائق مثل هذه الجلسة. فلهذا سيرته عظيمة وصفاته عظيمة. فعليه السلام، فإذا أعطاه الله الملك شددنا ملكه، أيضا أتاه الله فصل الخطاب، ولا شك يا إخوان أن الخطاب مؤثر في البلاغة وفي دعوة الناس. أحيانا يكون أحد أصحاب الضلال عنده بلاغة في لسانه فيضل الناس، كما هو موجود الآن في بعض وسائل الإعلام. وكذلك الأخيار، إذا كان الإنسان مع بلاغته، وهذا قال العلماء فصل الخطاب، فصل الخطاب ليس فقط كما قال البعض أنه كلمة أما بعد، نعم قد تكون هكذا وأن أول من قال بها، لكن فصل الخطاب أنه يقول الكلمات القليلة فيها المعاني العظيمة. فصل الخطاب أن يأتي بكلام مقنع مؤثر، فالذي يعطيه الله جل وعلا أيضا القدرة على إقناع الناس وعلى الخطاب الجميل وعلى البلاغة، وهذه فيها نوع من الاكتساب تختلف عن الصوت كما قلت. فأعطاه الله جل وعلا من ميزاته فصل الخطاب، علمه الزبور، أعطاه الحكمة أيضا، فكانت ما أثنى الله عليه جل وعلا بالحكمة. وما أحوجنا اليوم إلى الحكمة أيها الأحبة، في ظل هذه الظروف والأوضاع التي تعيشها الأمة نحتاج إلى الحكمة والبحث عن الحكماء والعقلاء. والحكمة كما قال ابن القيم رحمه الله هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. اليوم تجري أحداث عظيمة في تاريخ الأمة، لابد نبحث عن الحكماء الذين يدلوننا على الطريق الصحيح، فنحن بين متعجل وبين مثبط وبين يائس وقانط، نحتاج إلى الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأيضا من صفات داود عليه السلام الشكر،
يقول الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ذكر بعض العلماء كما عن ثابت البناني، لاحظوا الآية: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قالوا: كان قد جزى أهله وولده ونساءه، جزى الوقت عليهم 24 ساعة، فما يمر وقت في 24 ساعة إلا وأحد من آل داود يعبد الله جل وعلا، فقسم الوقت عليهم. ولذلك قال الله جل وعلا يثني عليهم: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والله معنى عظيم جدا. تصوروا لو أن الواحد منا لا يدخل بيته إلا يجد ساعة هذا الابن، ومرة زوجته، وأخرى ابنته، وهذا أخوه، على حسب الأوقات كم يكون مسرورا في هذا البيت. فداود عليه السلام مع عبادته الذي أصبح هو المثل والقدوة في صيامه، في شكره، في صلاته، أيضا جزع الوقت كما يقول ثابت على أولاده وعائلته وذريته وأهل بيته، فلا يمر وقت إلا واحد من آل داود على الأقل قائم بعبادة من عبادات الله جل وعلا. قبل أن أنتقل إلى معنى آخر، أشير لموضوع مهم لو خصصنا له درسا مستقلا لما كفى. الإسرائيليات مع كل أسف أشبعت فيها بعض كتب التفسير، والإسرائيليات هي ما يذكر عن السابقين وبالذات عن الأنبياء بغير سند، قد يصح بعضها وقد يكون كثير منها كذبا. من أكثر الأنبياء الذين ظلموا وأسيء إليهم وكثرت حولهم الإسرائيليات هو داود عليه السلام، وبالذات في سورة صاد. فقد تقرؤون أيها الأخوة ببعض كتب أئمة التفسير وتجدون بعض القصص، طبعا هم ينقلونها من باب حدث عن بني إسرائيل، ولكن الصحيح أنها لا يجوز أن تروى من وجه آخر لأنها كذب وافتراء، كما يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها. تجدون كلاما لبعض المفسرين لا يجوز، باطل، أنه يقولون: ولقد همت بها، ولقد همت وهم بها، أي حل سرواله وهي الأمانة لأن يفعل الفاحش. لا يمكن أن يقال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام اليهود، من كلام الإسرائيليات، بني إسرائيل. كذلك داود في سورة صاد بالذات، فلما بين الله جل وعلا في قصة الخصمين وأدرك أنه قد فتن، ماذا هناك من زاد وكذب وذكروا قصص، والله أستحي من ذكرها في هذا الموضوع. ولذلك علينا ونحن نقرأ أولا أن نختار كتب التفسير المعتمدة كالطبري والبغوي وابن كثير والشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرهم من علماء الأمة، ونتجنب تلك الكتب التي حشيت بالإسرائيليات، فليس كل أحد عنده قدرة على التمييز. فاتهموا داود عليه السلام باتهامات باطلة، ونفى العلماء وأنكروا، حتى ذكروا كما أقوالا أنه عشق امرأة جندي من جنوده أو قائد من قادته فأرسله للمعركة حتى يقتل حتى يتزوج زوجته. لا يجوز أن يقال هذا عن نبي من الأنبياء ولا مستند له. وقلت لكم أمور أخرى لا أستطيع أن أذكرها، إنما أردت أن أنبه إلى خطورة الإسرائيليات. فأما حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فمما لا يعلم كذبه. هناك مثل هذه القصص كذبها واضح ظاهرة لأن مخالفة للنصوص وعصمة الأنبياء، فلا يمكن تروى. لكن أحيانا بعض الأخبار، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذا ما أمرنا بتصديقهم، فليجب أن ننتبه بالنقل عن بني إسرائيل وكثرة من ينقل عن بني إسرائيل. وهناك من كان ينقل عنهم من التابعين وغيرهم، فلنتحرى عند قراءتنا لهذه الأخبار. ولذلك يأتي علماء الأمة ويفندون هذه القصص ويبينون بطلانها إما نصاً أو لمعارضتها لعصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فأحببت أن أشير إلى هذا المعنى. وهناك كتب كما قلت لكم من كتب التفسير خلت والحمد لله من الإسرائيليات، فهذه هي التي يجب أن نوجه لها أبناءنا وأن نبتعد عن ما سواها. ولست في سبيل الحصر للكتب، لكن أشرت نماذج
كما ذكرت عن الطبري أو ابن كثير أو البغوي أو الإمام كذلك، وكلهم أئمة، شيخ عبد الرحمن السعدي، وإن كان قد يكون بعضهم مر على قصة أو قصتين لكن لا تؤثر في الكتاب. أتكلم على العموم والغلبة، كما حشيت بعض الكتب كتب التفسير بهذه القصص الباطلة. ومن أكثر كما قلت من ظلم وكذب عليه هو داود عليه السلام، فلننتبه لهذا حتى لا نصدق ما يرد. وقفات أيضا مع بعض صفاته عليه السلام. أولا صلاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن عبد المحسن العباد وفقه الله: ينام نصف الليل يعني بعد صلاة العشاء، أي حسب الشيخ حساب الليل بعد صلاة العشاء وليس من أذان المغرب، وهذا مهم هذا الحساب، بعد صلاة العشاء، فيحسب من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فنصفه يكون نوما، ثم بعد ذلك يكون ثلثه، ثم بعد ذلك يكون السدس، فيجتمع نصف وثلث وسدس هو حساب كامل. فكان ينام بعد العشاء نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، أي قبيل الفجر. قال العلماء في ذلك: الحكمة في هذا لئلا تصيب النفس السآمة، لأنه لو جعل صلاته كلها آخر الليل لأدرك الفجر وفيه إرهاق، أو صعب عليه أن يجلس بعد صلاة الفجر في مجلس إلى طلوع الشمس، فهو ينام نصف الليل ويقوم نشيطا ويصلي ثلث الليل ثم ينام نصفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، بل الأغلب من حاله. ولهذا كانت في حديث عائشة أنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ألفيت وهو عندي إلا يكون ينام قبل السحر، فكان يفعل قريبا مما يفعله داود عليه السلام، فينام النصف ويقوم الثلث. يسأل سائل: أليس أفضل الصلاة هو الثلث الأخير من الليل؟ نقول بلى. أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك بقوله، أقرأه كما ورد. يقول الشيخ، يتساءل الشيخ محمد: لماذا لا تجعلون الأفضل ثلث الليل الآخر؟ لأن ذلك وقت النزول الإلهي. فالجواب أن الذي يقوم ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النزول الإلهي، لأنه سيدرك النصف الأول من الثلث الأخير. هذا حساب دقيق، لأنه لما نقول ثلث الليل الأخير ذهب آخره السدس نائما، فالسدس الذي قبله وهو قائم تبع الثلث الذي قامه، فإنه يكون، يقول الشيخ، قد قام ثلثه، يعني السدس قائما. ولذلك ثم يقول، عجيب، يعني أحيانا الشيخ محمد يقف وقفات تدل على يعني غيرته وحمايته لجناب الشريعة. يقول: وليس بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود. لا نقول لماذا لم يكن يقوم آخر الليل الثلث الأخير، فما دام قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعده أفضل الصلاة فلا نناقش بعد ذلك، لكن نحن نبين، يقول، أنه فعلا قد أدرك الثلث الأخير من الليل، أي نصف الثلث الأخير من الليل، ومسألة حسابية سهلة. ولذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ألفاه، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، يعني قبيل الفجر كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك العيني وغيره. وكذلك قال ابن الأثير رحمه الله، حتى ذكروا أن الذي يقوم آخر الليل إلى الفجر قد يصاب بالصفرة في وجهه، وليس هذا حكما عاما، ولكن إذا نام ولو قليلا لا يلزم أن يكون السدس، ولو قليلا، قالوا هذا يستجم فؤاده وينشط لصلاة الفجر ولجلسة بعد الفجر إلى الإشراق، ويقبل على يومه، وبورك لأمتي في بكورها. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها، وكم أضعنا من هذا البكور، وضاعت أعمال كثيرة. فنسأل الله أن يوفقنا للالتزام
بالسنة، ومع ذلك يختلف الناس في قدراتهم. نحن نتكلم عن الأفضل، لكن أحياناً أيها الأخوة حتى أوضح، قد يكون الأفضل بالعموم مفضولاً لبعض الناس. أن بعض الناس يقول أنا يصعب، أعطيكم مثال، أنا أعرف أناس يقول إذا قمت مثلاً وصليت يصعب أن أنام، يصعب أن أنام هكذا ما ينام، لكن فيقول أنا أريد تكون صلاة الليل قبيل الفجر يعني. نقول هذا يكون الأنسب له، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طمع أن يقوم آخر الليل فليصلي آخر، ومن طمع أو خشي ألا يقوم آخر الليل فليصلي أوله. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يصلي قبل أن ينام وأن يوتر قبل أن أنام. فالناس يختلفون، فنعم يكون الحكم عاما كما تحدثنا، لكن أحيانا الأشخاص يختلفون والقدرات تختلف والظروف تختلف، فليكن الإنسان ينظر إلى ما يساعد. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل الأفضل في صلاة الليل أن الإنسان يطيل القراءة أو يطيل الركوع والسجود؟ قال: يختلف الناس في ذلك، إن كنت تجد نفسك في طول القراءة فافعل، إن كنت تجد نفسك في طول الركوع والسجود فافعل، إن كنت تجد في نفسك في التوسط بينهما فافعل. وكما قال الإمام أحمد: حيث تجد قلبك. يختلف الناس، فالإنسان كل ميسر لما خلق له، وخاصة باب الفضائل باب واسع. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود، يفطر يوماً ويصوم يوماً، وهذا أفضل أنواع الصيام. ولذلك قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. هنا لفته وسؤال. أما اللفتة جميلة جدا استنبطها بعض العلماء، قال: من حرص داود عليه السلام أن يقوم بحق أهله فكان ينام نصف الليل معهم وينام سدس الليل، فجزأ الليل لنفسه ولأهله ولربه، وكلها لربه. أما الصيام فما يتجزأ، ما يستطيع يصوم نصف اليوم ويترك نصف اليوم، فماذا فعل؟ صام يوما وأفطر يوما لأهله. ولذلك كما ورد في قصة سلمان رضي الله تعالى عنه مع أبي الدرداء لما أمره أن يفطر، وكان لا يفطر أبو الدرداء، وقال: إن لربك عليك حق ولنفسك حق ولزوجك عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. فهذه لفتة جميلة، أن الليل يتجزأ حتى لا يفرط في حق أهله. ولذلك عبد الله بن عمر لماذا استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تزوج عبد الله بن عمر وبعد عدة أيام جاء عمرو بن عاص والده ويسأل زوجته: كيف لقيت عبد الله؟ قالت: نعم الرجل، إلا أنه لم يكشف لنا غطاء. أنت أول عام متزوج لم يكشف لنا غطاء، يعني لم يقرب من أهله. فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: قما حدثت أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى يا رسول الله. فبدأ يحاوره النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل معه إلى أن أفضل الصيام صيام داود وأفضل الصلاة صلاة داود، حتى يبقى لأهله حق. وهذه مسألة عظيمة ومهمة في دلالة هذه المسألة. السؤال اللي قلت الآخر، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من داود؟ بلى. طيب لماذا لا يصوم يوما ويفطر يوما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشغل في أمور كثيرة جدا، وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفاضل إلى المفضول حتى لا يشق على أمته، حتى إنه لما دخل إلى الكعبة وصلى فيها ورد أنه خرج حزينا، قال: أخاف أن أشق على أمتي، لأن ليس كل أحد يستطيع يدخل إلى الكعبة يصلي فيها. وترك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون التراويح لما صلى عدة أيام كما في الحديث الصحيح، خوفا من أن تفرض على أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض الأمور، فكان يصوم الشهر حتى لا يقال لا يفطر، ويفطر حتى لا يصوم، فهو يراعي أحوال الأمة. بل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمنى، يقول: تمنى أنه لم يترك غزوة إلا شارك فيها، لكن خاف أن يشق على أمته. وقال أن هناك يعني من الصحابة من لا يستطيع أن يغزو معي في كل غزوة، وليس عندي ما أستطيع يقول أن أحملهم عليه،
فكان يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات مع تمنيه أنه يغزو فيقتل ثم يحيى فيقتل ثم يحيى فيقتل لما فضل هذا الأمر، لكن مراعاة لحال أمته. فكذلك الداعي والأب والأسرة والأم يراعي أحوال أهل بيته، يراعي أسرته، لا يشق عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يصم كما كان يصوم داود لعوامل كثيرة ولأسباب كثيرة، بعضها أشرت إليه والوقت لا يسمح لأننا على مشارف الأذان بذكرها. فمن صفات داود عليه السلام التي أيضا نكررها جهاده ومقومات قيادته الناجحة، فكان ذو قوة وبأس، ذو حكمة، ذو علم، وكل هذه مواصفات القائد الناجح. الوقوف على أسباب التسخير، العمل الدؤوب والهمة العالية والنفس الطموح، التواضع، فكان عليه السلام متواضعا مع أنه نبي من الأنبياء ورسول من الرسل وملك من الملوك. وبالمناسبة ترى ليس كل نبي ملك من الملوك، جمع الله الملك لداود، الملك والنبوة والرسالة لداود ولابن سليمان عليه السلام، فكل منهما ملك قبل ذلك ثم نبيا رسولا. ولهذا بل كان بني إسرائيل يكون الملك في سبط والنبوة في سبط. ولكن ألا تلاحظون في سورة البقرة لم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، فالنبي هنا ليس بملك، فأخبرهم أن الله قد اختار لهم طالوت ملكا. ولكن معروف تعنت اليهود، قالوا أن يكون له الملك علينا. الشاهد أن النبوة كانت في سبط من أسباط بني إسرائيل، والنبوة في سبط والملك في سبط. جمع الله وهم بني إسرائيل لداود الملك والنبوة، وجمع لسليمان الملك والنبوة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومع ذلك كان تواضعه وكان خضوعه وكان قائما بالعدل كما في سورة صاد. وأوتي هذه وهذه الخير كما بين الله جل وعلا. متى كانت وفاته؟ كما بينا قبل قليل أنه قيل إنه عمر 100 عام، وكانت قد كانت قصة موته كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داود فيه غيرة شديدة. الله المستعان، هذه نقتدي بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان داود فيه غيرة شديدة على محارمه، على أهله. واليوم كثير من الناس تساهل في هذا الأمر، اللهم سلم سلم، ولم تجد الغيرة اللي حتى توجد عند كثير من الناس موجودة كما كانت في الماضي. أنا لا أعمم الحكم كلا، فهناك أخيار وأنتم منهم في غيرتهم وحرصهم على أهلهم، وهناك من الأخوات والله من عندها غيرة قد يكون أقوى من غيرة الرجل، كل هذا خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على داود يقول كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. طبعا هذا الحكم خاص بداود، يعني أن الإنسان يغلق الباب على أهله، لكن أنا أذكر لكم الحديث. نعم، قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار، على باب مغلقة، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة، والله لتفتضحن بداود، أي ليفضحكن داود أي ويعاقبهن. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود من أنت؟ الباب مغلقة والرجل في وسط الدار، من أنت؟ قال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال داود أنت والله ملك الموت، أنت والله عرف ملك الموت. طبعا كانوا في السابق أيها الأخوة كانوا يرون ملك الموت، ومن رحمة الله بنا أننا لا نراه، وهذا ولا في السابق كانوا يرون ملك الموت إذا جاء. ولتعرفون موسى عليه السلام لما جاء ملك الموت فضربه حتى فقع عينه وذهب إلى ربه، قال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فأرسل الله قال اذهب إليه وقل له ضع يدك على مسك ثور، يعني جلد ثور، لاحظوا ثور لأن الشعر قصير ليس كالغنم، وقل لك بكل شعرة تحت يدك سنة. ثم توقعون من شعرة ستكون تحت اليد خاصة في جلد الثور.
فقال موسى عليه السلام، ذهب ملك الموت وقال لموسى عليه السلام هذا الكلام. قال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال بعد ذلك الموت. قال إذن اقبض الآن نهاية الموت. فهنا قال داود عليه السلام، قال أنا الذي، قال له يقول ملك الموت عليه السلام، أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال داود أنت والله ملك الموت، فمرحبا بأمر الله. فقبضت روحه في مكانه. رواه أحمد، قال ابن كثير، رواه الإمام أحمد، قال ابن كثير وإسناده جيد قوي رجاله ثقات. هكذا كانت وفاته عليه السلام. هذه لمحة موجزة عن نبي الله داود عليه السلام. وتجاوزت عن أشياء كثيرة كما في قصة الغنم التي نافشت في غنم القوم، حكم بها داود ثم حكم بها سليمان، قال الله جل وعلا ففهمناها سليمان. ثم حتى لا يتطرق للذهن شيء من أن سليمان أعلم من داود، وكلا آتينا حكما وعلما، فكلهم. لكن قد أحيانا يوفق الإنسان، فكما ذكروا ورد أيضا، وليس ورد أيضا، أن اختصمت امرأتان إلى داود ومعهما طفل، لأنهما خرجتا فعدا السبع على كل واحدة معها طفلها، فأخذ أحد الأطفال صغار، فاحتكموا إلى داود عليه السلام فحكم به للكبرى بناء على ما قام عنده من الأدلة والشواهد. والقاضي يجتهد في ذلك، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له، يعني وإن كان الحق ليس له، فالقضاء يختلف. لكن سليمان عليه السلام، وهذه دائما بعض القضاة يبرزون في جوانب الفراسة، وهذا لا يضر ولا يعني أن داود عليه السلام ليس عنده فراسة، لكن نحن نتكلم عن قضية. فسمع منهما، طبعا أذن له أبوه أن يقضي، وإلا قد حكم داود فيها. فلاحظ الفرق بين المرأتين، وكل منهما تدعي أنه ابنها، وتقول الذي أكل السبع أو ذهب هو ولد الأخرى. فقال خلاص ائتوني بسكين، ماذا يريد؟ قال سأقص بينكما نصفين. فواحدة منهما قالت لا 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 ليس ابني، الحقيقة أن ابن هذا. فعرف أن هذه أمه. الأخرى قالت قص. نعم الأم ما يمكن تقول القصة، فأعطاه الصغرى التي قالت لا 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 هو ليس ابني، ابنها هي، فحكم به لها. وهذا توفيق من الله جل وعلا، والقضاة يحدث لهم عجب في فراستهم وذكائهم. فالشاهد هذا لا يضر داود، أحببت أن أذكر هذا، لأن الله عقب على قوم ففهمناها سليمان، قال وكلا آتينا حكما وعلما، فأثر الله عليهما مباشرة حتى لا يتطرق في مثل هذه المسائل. ولذلك ذكرت القصة، أي نظر أن سليمان أعلم من داود؟ لا، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، فبين أن الله سبحانه وتعالى فضله، ولكن في حالات أحيانا معينة مع فضلهم جميعا عليهم السلام، مع علمهما أيضا واشتراكهم. ثم أيضا لا شك يقال إن كل مدح للابن فهو مدح للأب، فهو في النهاية يصب المدح سليمان عليه السلام في صالح أبيه. كل منا يتمنى أن يكون ابنه أفضل منه، يقولون لا أحد يتمنى، طبعا حكم غالب ليس قطع، أن يكون أحد أغلى منه إلا اثنان، الشيخ والأب. الشيخ يتمنى أن تلميذه أفضل منه، لأنه يقول أنا الذي علمته. وكذلك الأب يتمنى أن ابنه أفضل منه لأنه ابنه فينسب إليه. ومر هذا فقط إضافة وإشارة، وإلا ليس هو المقصود في الحديث. فأقول دراسة سير هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام مهمة جدا. وكما بدأت حديثي أؤكد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وأمر الله بالاقتداء بهم،
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم كل خير وتقبل منا ومنكم، وألا يؤاخذنا بأعمالنا وذنوبنا ومعاصينا، وصلى الله وسلم على محمد. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين في كل مكان. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن ينصر المجاهدين أينما كانوا، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي وغيره على هؤلاء الظالمين الباغين، وأن ينصر المجاهدين في أرض الله الواسعة. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، ونلتقي بإذن الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.